السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواتي الغاليات، نتمنى يا ربي تكونوا في احسن الاحوال. كما لاحظتوا من صور يعني مقدمات الفيديو، ان شاء الله اليوم غادي تكون عباره عن فلوج او خرجه او جوله لمكان رائع وجدا مميز، وانا حبيت ان استغل الفرصه نشارك معكم مقتطفات يعني من هذا المكان هذا. وبصراحه هذه الخرجه يعني ما كناش مبلانين لها مسبقا، فجات على في اخر لحظه، ورغم ذلك حاولت انني نحضر واحد وجبة خفيفة وسريعة نديوها معنا، واكيد ما نسيتش انني نصورها لكم، هكا تاخذوا تنتوما فكرة. فما نطولش عليكم الان، نمروا نتعرفوا على يعني هاد الفكرة البسيطة لتحضيرها كوجبة الا جاتكم على غفلة او خرجة على غفلة، سواء للنزهة او البحر او الحديقة. اول شيء غادي نبداو بتحضير ساندويتش اللي غادي نحتاج ليه واحد البصلة كبيرة هكا مشلضة، غادي نحتاجوا لفلافل ملونة، عندي ملعقة كبيرة من المعدنوس، فص من الثوم، ضفت لهم زيت زيتون، ملح، فلفل أسود، وقليل من الخرقوم أو الكركم. صافي، يعني ما غاديش نحاول نضيف شي توابل كثيره، لانني من بعد ذلك منين غادي نشحرهم غادي نمر باش غادي نضيف لهم الكفته او كويرات اللحم المفروم اللي يعني فيها توابل كافيه. وصافي غادي نشحر الكل جيدا، واكيد يمكن لكم نتوما تضيفوا مثلا القرعه محكوكه، الجزر محكوك، مثلا تضيفوا الفطر، يعني هناك اشياء كثيره اضافات يمكن لكم تعملوها. وصافي ملي كتضيف لي الكفته، يعني كطيب الكفته كنضيف ليها زيتون اخضر مقطع اللي كيضيف ليها واحد المذاق جدا جدا مميز لهذا الساندويتش هذا. كما كتلاحظوا انا يعني ما كانش عندي الخبز، فصيفطت غير راجلي دغيا جاب لي هذا الباريزيان او الخبز الفرنسي واللي هو اللي غادي نعمل فيه ساندويتشات. واكيد يعني يمكن لكم تعملوا خبز ساندويتش اللي سبق لي وشاركت معكم طريقه التحضير ديالو. فانا صراحه يعني ما كانش عندي الوقت باش نحضره، لان كما ذكرت الخرجه جات على غفله. صافي غادي نعمر ساندويتشات ديالي بهذا الشكل هذا. واكيد دائما كنرافق الوجبات ديالي او ساندويتشات بسلطه. هنا يعمل سلطه خضراء مغذيه اللي غادي نحتاج ليها الى خس، حبه طماطم، نصف حبه من الخيار، ربطه صغيره من المعدنوس او البقدونس، واخر شيء هو بصل اخضر. وبهذا كتكون هذه السلطة صحية ومغذية اللي غادي نرافقوا بها ساندويتشات. وبالنسبة للتتبيلة التوابل ديالها او الصلصة، فغالبا كنعملهم هكا في علبة صغيرة وكنديهم معانا حتى كنبغيوها كناكلوها عاد كنضيفهم ليها. وغادي نحضر واحد العصير سريع بالموز والفراولة وحبة من الخوخ وعصير البرتقال. وبهذا كتكون هذه الوجبه اللي حضرتها يعني جاتني هي اللي جاتني في بالي اسرع حاجه نقدر انني نحضرها ونديوها معنا. فكما كتشوفوا يعني الساندويتشات اللي كتجي لذيذه يمكن لكم تحضروهم يعني بسرعه. عندي هنايا فواكه مشكله اللي غسلتها وعملتها في علبه، والعصير اللي تهو عملنا، وسلطه. وبهذا مقلنا الا نجمع الكل وغادي نشدو الطريق ان شاء الله.
هنا حبيباتي بعد ما كنا وصلنا للبارك او الحديقه يعني في اماكن كثيره ان شاء الله غادي نحاول نشارك معكم كاملين. كما لاحظتوا ما شاء الله الطبيعه يعني كيفاش رائعه، وهذاك اللون الاخضر الفاتح ديال الاشجار ديال الارضيه يعني فعلا رائع. والجو يعني صراحه كان في الاول سخون وشويه بدا كيبرد شويه نقطه الشتاء، المهم الجو يعني شويه كان مغيم، ولكن رغم ذلك قلنا غادي قررنا نكملوا اليوم ديالنا، لان صراحه هذا الصيف هذا شويه كان الجو يعني متقلب فيه بزاف، ما عرفتش واش غير في كندا ولا يعني في جميع الدول. ومهم نخليكم الان يعني تكتشفوا معايا هاد المناظر الخلابه وهاد الطبيعه الرائعه ما شاء الله. وهنا كما كتشوفوا ملي مشينا جلسنا في الطبله باش نتغداو، ولدي يعني قال لك انا ما غادي ناكل ما والو، هو خدا الراكيطه ديالو وكانت المهمه ديالو هو انه يجري على دوك الفراخ ما دخلوش ليه لخاطرو، يعني قام بالواجب انه كيجري عليهم تبعهم في مكانه. وهنا بعد ما تغدينا الحمد لله قلت نمشي باش نكمل معكم الجوله في هذا البارك هذا اللي يعني فيه كما ذكرت يعني في اماكن كثيره. كما كتشوفوا هذا المكان هذا كيخرجك في الكومبينغ، يعني كما شفتوا كاينين اللي هي كارافانات الناس كيكريوهم، كاين اللي كيجلسوا اسابيع كاين اللي شهور. فهاد الجهه هذه كاين يعني اماكن يعني للالعاب ديال الاطفال، يعني كاينين بزاف، كاينه هذه وكاينه هاد الجهه اخرى يعني فيها العاب مائيه، وكما كتشوفوا يعني خاويه ما كاينينش الوليدات الصغار، لان كما ذكرت الجو يعني كان شويه متقلب كيتنقط الشتاء شويه البرد شويه الصهد. وهنايا بعد ما سالينا يعني نزلنا المكان، يعني هذا ماشي بحر، هذا غير واحد اللاك ومقادينو على شكل بحر، ومني كيكون الجو ساخن يعني الناس كيعوموا فيه، ويعني صراحه رائع. ما كاينش يعني ما كتحسيش فرق ما بينه وما بين البحر، غير يعني الماء اللي كيكون مختلف. وكما شفتوا يعني مصايبين حتى المكان ديال الرمله مقادينها، وهاد الفراخ هادو فين ما درنا كنلقاهم فين ما مشينا كاينين موجودين، ولادي يعني تابعهم ما مخليهمش كاع يدوزو جهتنا. ومنين جلسنا شويه حدا البحر ولعبوا شويه وليداتي بالرمله، قررنا ناخذوا سياره ونمشيو للجهه الاخرى ديال هاد لاك هذا، فين كاين واحد المكان يعني كيوقفوا فيه الطوموبيلات، كتجلسي فيه الكراسي يعني كتسارحي فيها هكا، يعني في واحد المنظر يعني كيطلع على واحد المارينا اللي صغيره كما كتشوفوا. هذا هو يعني هذه المارينا راه كما كتشوفوا لهيها، ويعني هذا المكان حتى هو صراحه رائع هكا، يعني مره مره كنجيبوا هكا قهوه ديالنا وكنجيو نجلسوا، بعد مرات يعني كناخذوا هكا اكل في الطريق وكنجيو بعد مرات ناكلوا هنايا كنشاهدوا الغروب، يعني هاد المنطقه هذه رائعه صراحه. وبهذا حبيباتي نكون وصلنا نهاية الفيديو لهذا اليوم، نتمنى ان شاء الله ان فيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم وتكونوا استمتعتوا معايا بهذا المكان الرائع وبهذا المناظر والطبيعة الخلابة ما شاء الله. واكيد الى عجبكم فيديوهات اخرى يعني في ديفلوك او خرجات او نزهات او افكار يعني الوجبات هكا خفيفة للنزهات، اكيد ما عليكم الا تتركوهم لي في التعليق، دائما ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم اللي اكيد كتشجعني اكثر واكثر، وتعليقكم وكلامكم الرائع اللي دائما كيحفزني وكيعطيني طاقه ايجابيه. ولا كنتوا اول مره كتشاهدوني وكتزوروا قناتي ما عليكم الا تشاركوا فيها باش توصلوا دائما بكل ما هو جديد ومميز. مبقى لي الان الا نقول لكم الى اللقاء يا اغلى اخوات، دمتم في رعايه الله.